طيب نراجع مره ثانيه اللي حكيته عن الالكتريكال سورسز ولود، وبعدين راح نربطها كمان في الميكانيكال. لاحظوا انه المشين الالكتريكال مشين فيها الموتور في الكتريكال انبوت ميكانيكال اوتبوت، والجنريتر في ميكانيكال انبوت والكتريكال اوتبوت. فبيهمنا نطلع على الالكتريكال لود والميكانيكال لود والالكتريكال سورسز والميكانيكال سورسز. حكينا المره الماضيه قلنا اذا عندي الكتريكال سورس، نبدا بالسورس الديفولت تبعه سبلايز باور. اذا عندي بالنسبه للالكتريكال سورس سواء كان اي سي او دي سي، اي اس دي اس، اوكي، سواء كان هذا اي سي او دي سي، يعني سواء كان دي سي او سواء كان اي سي، هذا بنطبق عليه الكونفنشن. لما الكرنت يكون بوزيتيف والفولتج بوزيتيف، انه الكرنت بدخل من النيجاتيف تيرمينال بيطلع من البوزيتيف تيرمينال، بغض النظر انه هذا اي سي او دي سي، فهو باي ديفولت سبلايز باور. فلما يكون سبلاينج باور، اذا الباور بوزيتيف معناها نورمال فانكشن، اذا الباور نيجاتيف معناها اب نورمال فانكشن. والنورمال فانكشن يعني لانه هو شو هو بحياته سورس، اذا النورمال فانكشن تبعته انه تو سبلاي باور. والاب نورمال فانكشن لانه هو سورس ابسورب او درو باور. تمام، هذا بالنسبه للالكتريكال سيستمز. هلا لو جينا طلعنا قارنا هذا بالالكتريكال لود، باي ديفولت كونسيومز او دروز باور. إذا بدك تقول consumes, draws, absorbs power، إذا عندي هون راح يكون سواء هذا كان positive أو negative الاتجاه الديفولت تبع الكرنت I load V load. الكرنت بدخل من البوزيتيف تيرمينال بيطلع من النيجاتيف تيرمينال سواء كان دي سي أو اي سي. إذا الباور لما تكون بوزيتيف، إذا نورمال فانكشن، والنورمال فانكشن معناها شو بيعمل بالحالة هاي؟ هو كونسيومز باور، سبلايز هون كونسيومز أو دروز أو أبسوربس باور. ونيجاتيف باور او باور نيجاتيف اذا ابنورمال فانكشن، اذا سبلايز باور. تمام، لو جينا الان وصلنا الكتريكال سورس مع الكتريكال لود، يعني هذا ممكن ما نحطوش هيك، ممكن نحطه بهذا الشكل او نحطه حتى بهذا الشكل هيك هون، هذا لود اكزامبل مثلا ريزيستر او دي سي موتور وذ بيرمننت ماجنت، ممكن احطه بهذا الشكل، هاي بلس ماينس، هاي في ال وهي الكرنت اي بهذا الشكل. هلا لو جيت اخذت الكتريكال لود ووصلته على الكتريكال سورس، خلينا نفترض هي عندي هون هي سورس، وشبكت هذا السورس على لود، وهي في سورس بلس ماينس، هي في لود بلس ماينس. هلا إذا الكرنت مشي بهذا الاتجاه وكان بوزيتيف بهذا الاتجاه، اي سورس بيساوي اي لود، بالحالة هاي راح تكون الباور بوزيتيف للتنين
وشو يعني الباور بوزيتيف للسورس؟ انه سبلاي باور. شو يعني الباور بوزيتيف للود؟ ابزوربينج الباور اللي بزودني فيها السورس عمال باخذها اللود. لكن لو انعكس الان فرضا اتجاه التيار، شو بتصير الباور بالحاله هاي؟ اذا التنين بالحاله هاي بالنسبه لهم ابنورمال كونديشنز، التنين ابنورمال كونديشنز. ولما تكون الباور نيجاتيف هذا رح يكون الابنورمال كونديشن تبعه، وهذا رح يكون الابنورمال كونديشن تبعه. شو الابنورمال كونديشن للسورس اللي هو طول حياته السورس في اللحظه هاي رح يصير كونسيومز باور، ومين اللي عماله بزودني بالباور لانه هلا ابنورمال كونديشنز اللي هو طول عمره لود شو تحول؟ للسورس. طبعا ما رح يكون ريزيستر، هذا انا رسمته هون ريزيستر، ممكن يكون الدي سي موتور تحول لجنريتر خلال الفتره هاي، فاهمين؟ الريزيستر ما رح يتحول للسورس، اوكي؟ فهذا ممكن يكون مثلا كنود يكون هون دي سي موتور وصار في هذيك اللحظه، اوكي ماشي.